بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء عشاق علم الباراسيتولوجي. كنت اتكلمت معاكم بقى أو كنا بدأنا مع بعض في منهج الهيلمنسس أو الورم، وكنا خلصنا البلاتي هيلمنسس اللي كان فيها التريماتود والسيستود. هنبدأ بقى نتكلم النهارده عن النيماتو هيلمنسس أو الديدان الأسطوانية اللي هي كلاس اسمه النيماتودا. النيماتودا بتتميز بإيه؟ جسمها عادة يا جماعة بيكون unsegmented وبيبقى شكلها cylindrical وبيبقى ليها نهاية rounded من فوق ودايما بتبقى tapered من تحت، يعني بتبقى مدببة من تحت. بيبقى عندها complete digestive system، بادئ بفتحة فم وبينتهي بفتحة شرج. بتبقى متغطية بطبقة اسمها الكيوتيكل، وبلاقي كمان إن هي بتبقى باي أو unisexual، يعني الذكر لوحده والأنثى إيه؟ لوحدها، او بنقول عليها دايوشيس ثنائي المسكن. فبنقول انها بتبقى سايلندريكال، الجسم بتاعها ان سيجمنتد، عندها راوندد انتيريور اند وعندها تابرت بوستيريور اند، عندها كومبليت دايجستيف سيستم، السكسس بتاعتها بتبقى سيباريت او دايوشيس. وطبعا انا بحب افكركم دايما بقى كده مع بعض، لو جينا نشوف مثلا التريماتود كان الجسم بتاعها ان سيجمنتد، السيستود كان الجسم بتاعها سيجمنتد، التريماتود كان عندها incomplete digestive system، اما السيستود ما كانش عندها digestive system اصلا، انما دي عندها complete digestive system. التريماتود كانت دايما هيرمافروديت او مونوشيس، يعني احادية المسكن، ما عدا الشيستوسوما كانت ثنائية المسكن او كانت unisexual. اما السيستود فطبعا ده كانت كل segment منها بيبقى موجود فيها الذكر والايه والانثى، ولكن هنا السكسس بتبقى separate، يعني الذكر لوحده والانثى لوحدها. سواء التريماتود او السيستود ما كانش فيهم بودي كافيتي، حتى كنا بنسميهم اسيوليوماتا، ولكن دي عندها بودي كافيتي فبنقول عليها سيولوماتا. البودي هنا بيبقى متغطي بكيوتيكل، حاجه اسمها الايه الكيوتيكل. هندرس احنا بقى على اساس المكان بتاع الاصابه في انتستاينال نيماتود اللي الادلت بيبقى عايش في الانتستين، وهناخد فيه، تعالوا نشوف ده اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي، الانتيروبياس فيرميكولاريس او البين وورم، الدوده الدبوسيه، والانكليستوما ديودينال او الهوك وورم، والاسكاريس لامباركويد او الراوند وورم، وترايكورس ترايكورا او الويب وورم. ولازم نبقى فاهمين او نبقى عارفين الاسم التاني، اسكاريس لامباركويد راوند وورم، انكليستوما ديودينال هوك وورم، الانتيروبياس فيرميكولاريس البين وورم، الترايكورس ترايكورا الويب وورم. اما اللي بيعيش في التيشو نيماتود هناخد حاجه اسمها الوشريريا بانكروفتي او المايكروفيلاريا. هندرس الكلام ده كله دلوقتي، تعالوا بس ناخد اول واحده الاسكاريس لامباركويدز او اللي سميناها الراوند وور. اللايف سايكل انا كنت شرحها لكم في النظري، ان هم عايشين في السمول انتستين بتاع الانسان، وبعدين بيبدا الذكر يخصب بالانثى، طبعا واضح ان هم يوني سيكشوال، الذكر لوحده والانثى لوحدها، والذكر دايما بيبقى حجمه صغير وبيبقى فيه سبايرال كده، يعني بيبقى ملفوف على نفسه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين الذكر هيخصب بالانثى، وبعدين تخرج البويضه. البويضه بتخرج بقى في البراز بتاع الشخص المصاب، يا اما تكون unfertilized بتبقى granular او بتبقى منقطه كده ودي ما بتكملش دوره حياتها، ولكن دي بتبقى fertilized وبتبقى، طبعا انا قلت لكم انها بتبقى incomplete او non mature، لازم تعمل maturation، وعشان كده ما كانش بيحصل auto infection، لازم تعمل maturation، وكنا بنقول انها بتاخد حوالي اسبوعين اتنين في التربه عقبال ما تتحول للصوره الماتشور اللي هي موجود فيها الامبريونيتد ايج، وهي دي الانفكتيف ستيج اللي لو كلتها هتنزل تنفجر ويطلع منها مين؟ يطلع منها اللارفا اللي بتبقى تتحول الى ادلت، وايه؟ والى الادلت. وبلاقي انها بتبقى الذكر والانثى موجودين في الانتستين وهكذا. ادي طبعا ادي الصور بقى اللي تهمني، طبعا ده كده كان جزء نظري ما يهمنيش، انما اللي يهمني بقى ادي الصور اللي ممكن اجيبها لكم. اجيب لك دي او دي، فطبعا تتعرف عليها تقول ان دي الميل بتاع، اهو الميل ملفوف على بعضه زي ما انتم شايفين، الميل بتاع الاسكاريس لامباركويدز وده الفيميل بتاع الاسكاريس لامباركويدز. دوده شكلها باين او انها دوده، ودي دايجنوستيك ستيج، دي دايجنوستيك ستيج. حاجه مميزه قوي في الاسكاريس لامباركويدز، ويمكن انا كنت بشرحها لكم في النظري، قلت لكم ان دايما القمه بتاعتها فيها 3 ليبس، ثلاث شفايف اهو، فدي اللي هي الانتيرير اند بتاع الاسكاريس لامباركويد اللي فيها 3 ليبس. تعالوا نشوف الايجز بتاعت الاسكاريس دي، طبعا اللي هي الانفيرتلايزد، وانا كنت قايل لكم ان الاسكاريس بتتميز بوجود
الماميليتد لاير. فاكرين اما قلت لكم ان فيها ماميليتد لاير؟ دي طبعا بتبقى انفرتلايزد ايج، بتبقى طويله وتبقى جرانولار اهو، بتبقى انفرتلايزد ايج، بتبقى اندفرنشيتد يعني غير متميزه، ما فيش فيها جنين، بتبقى طويله وبتبقى دايجنوستيك بس مش انفكتيف، ما بتقدرش تكمل دوره حياتها، احنا قلنا انها بتموت في التربه. انما دي بقى لا، ده دي اللي فيرتلايزد ايج، الجنين بيبقى لسه في المراحل الاولى من الديفيجن، ودي دايجنوستيك ستيج بس، ولكن دي بقى الانفكتيف اهي. دي الايه الانفكتيف، هتلاقوا جواها الكومبليت او بنقول عليها الامبريونيتد ايج، ودي بتحتوي على اللارفا، وهي دي الانفكتيف ايه ستيج. لو جينا نتكلم عن الاسكاريس لامباركويتس، بقول ان المرض اللي بتعمله اسمه الاسكارييزس، الدايجنوستيك ستيج الايجز الثلاثه الاثنين ايجز اللي هي الفيرتلايزد والانفيرتلايزد، وممكن الاقي كمان الادلت في السبيوتم اهو، الايج فيرتلايزد اند ان فيرتلايزد، الورم ان ستول، واللارفا ممكن اشوفها في مين؟ في السبيوتم. اللارفا ممكن نشوفها في السبيوتم، لان ساعات ما ده برضه دوره الحياه دي، بس انتوا ما خدتوش الحته دي في النظري، ممكن البويضه وهي بتتبلع اهي هتعمل هاتشنج، واللارفا تخرج منها تخترق الانتستاينال وول وتوصل للرئه وتطلع في السبيوتم، وتطلع في الايه في السبيوتم. الدياجنوستيك ستيج قلنا البويضات واللارفا اللي بتبقى موجوده فين؟ في السبيوتم. اما الانفكتيف ستيج بتبقى الامبريونيتد ايج. طريقة الانتقال قلنا ان الواحد ياخد اكل ملوث بالامبريون اهو، فيك الاورال روت من الفود اللي بيبقى كونتامينيتد بالفيسس اللي هو بيبقى موجود فيه البويضة. الديفينيتيف هوست هو الانسان، الانترميديت هوست مفيش انترميديت هوست، والهابيتيت هي بتعيش في السمول انتستن. يهمني طبعا، انتوا عارفين ان احنا دايما بنحب نطبق على الكلام اللي احنا خدناه ده، تعالوا نشوف. هتلاقي ادي الرسومات اللي ممكن تجي لك، practical spots and questions اهو، تعالوا نشوف. بقول عرف each of the following spots، ده مين؟ دي هتقول عليها انها طبعا دي البويضه بتاعت الاسكاريس لامباركويتس، انهي واحده اللي هي الانفرتلايزد، وتقول انها بتبقى diagnostic بس not infective. بيقول لك identify each of the following spot، طبعا ده هتقول عليه ان ده الانتيريور اند بتاع الاسكاريس لامباركويتس، بيبقى موجود فيه 3 lips، دي الفيميل بتاع الاسكاريس ايه لامباركويتس. ايدنتيفاي بيقول لك اعرف، قول لي الستيج، هل هي ايج ولا ادلت وورم؟ طبعا هتقول لي ان دي ايج، وهتقول ان ده الادلت وده الايه الادلت. قول لي الاسم، هتقول الاسم. طب اما اقول لك ايدنتيفاي يبقى لازم تقول المرحله، هل ده ايج ولا ادلت ولا سيست ولا تروفوزويت ولا ايه بالظبط، وتقول لي الاسم بتاعه والكلاس بتاعه، يعني ده تقول عليه نيماتود اهو، انتستاينال نيماتود او بلاد فلوكس او يوروجينيتال فلاجيليت وهكذا. ومنشن، انا بقى ممكن اجي اسالك اسم المرض، طريقه الانتقال بتاعه، الدياجنوستيك ستيج بتاعته ايه، الانفكتيف ستيج بتاعته ايه، الانترميديت هوست بتاعته ايه، الديفينيتيف هوست بتاعته ايه، الهابيتيت بتاعته ايه. يعني اللي جبت لك دي هتقول لي ان دي البويضه بتاعت، هتقول لي ان دي ايج، وهتقول لي انها بتاعت الاسكاريس لامباركويت، وهتقول لي انها الانفيرتلايزد ايج. لو جينا نعرف كده اهو بنقول ايدنتيفاي، فهتقول الستيج هتقول انها عباره عن ايه، عباره عن ايج، تمام خلاص. كمان هتقول لي الاسم، هتقول لي انها بتاعت الاسكاريس لامباركويتس. الكلاس هتقول لي انها انتستاينال نيماتود، واقول لك قول لي اسم المرض، تقول لي انها بتعمل اسكارييزس. طيب اقول لك قول لي المود اوف ترانسميشن، تقول لي انها بتتنقل عن طريق الفيكال اورال روت، تقول لي اقول لك الدايجنوستيك ستيج، هي دي البويضه، دي واحده من الدايجنوستيك ستيج. اقول لك تقول لي الانفكتيف ستيج، او جاي قايل لك اه الانفكتيف ستيج الايج بتاعته اللي بيبقى موجود فيها الامبريو كامل او الامبريونيتد ايج. الانترميديت هوست تقول لي ان ملهاش انترميديت هوست. اقول لك الديفينيتيف هوست تقول لي الانسان. اقول لك الهابيتيت تقول لي انها بتعيش في السمول انتستن. طبعا ده هتقول لي الادلت وعليه 3 ليبس، ده هتقول لي الادلت فيميل بتاع الاسكاريس لامباركويتس. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول واحده الاسكاريس لامباركويتس، اتعرفنا عليهم. نراجع كده الرسومات بتاعتهم تاني بسرعه. الرسومات بتاعتهم ادي الميل وادي الفيميل، فده الادلت الستيج الادلت بتاع الاسكاريس لامباركويت، وده دايجنوستيك ستيج زي ما قلنا. دي الليبس بتاعت الانتيريور اند بتاع الاسكاريس لامباركويتس،
دي البويضات، دي الانفكتيف ستيج، هي انفكتيف ودايجنوستيك، دي دايجنوستيك بس مش انفكتيف، دي برضو دايجنوستيك بس مش انفكتيف، ودي ما بتكملش زي ما قلنا دورة حياتها، انما دي اللي بتكمل دورة حياتها، ودي بعرفها عن طريق انها موجود عليها ماميليتد اوتر ايه اوتر لاير. وقلنا ان المرض اللي بتعمله اسكاريزيس، الدايجنوستيك ستيج الايجز اللي طلع فيه البويضات او اللارفا اللي ممكن اشوفها في السبيوتم، الانفكتيف ستيج هي الامبريونيتد ايج، طريقه الانتقال الفيكال اورال روت، الديفينيتيف هوست هو الانسان، الانترميديت هوست ما فيش، والهابيتيت بتاعتها بتعيش في السمول انتستين. ناخد واحده تانية اللي هي الانكلستوما ديودينال او بنسميها الهوك وورم. ليه سميناها الهوك وورم؟ وتعالوا نشوف. اولا دي بقى يا جماعه بتعمل لايف سايكل، كنت شرحها لكم في النظري، انا قلت لكم ان في نوعين اتنين من اللايف سايكل، لايف سايكل ايه اللي انا شرحتها دي، ولايف سايكل بي اللي انا هقول لكم عليها دي. الذكر والانثى عايشين في السمول انتستين. دايما الذكر يا جماعه بيبقى عنده حاجه اسمها البيرزا، حاجه اسمها البيرزا، ودي حاجه بيمسك بيها الايه، بيمسك بيها الانثى اثناء التزاوج. المهم ان الذكر هيخص الانثى وتبدا تخرج البويضه اللي عاده بتبقى فور سيلز، يعني بيبقى موجود فيها فور سيجمنتد سيلز. البويضه خرجت في البراز، بتبقى برضو بتاخد وقت طويل عقبال ما تتطور، بتعمل بقى انسلاخ اهو، هتبقى الرابيديتي فورم لارفا اللي موجوده في التربه، وبعدين بعد كده تتحول الى فيلاري فورم لارفا في التربه، وبعدين بعد كده فيلاري فورم لارفا تخترق القدم العاريه. وقلت لكم انها كانت بتعمل رحله كبيره جدا جوه الجسم، كانت بتمشي في الدم، تروح من الدم للقلب ومن القلب للرئه، ومن الرئه تطلع على التراكيه او على القصبه الهوائيه، منها لللارنكس، وبعدين بعد كده سوالود، وتنزل في الانتستين، تكون اتحولت للادلت اللي انتوا شايفينه ده. طيب تعالوا، احنا ليه سميناها هوك وورم؟ عشان هي فعلا شكل الخطاف. تعالوا بقى نشوف الرسومات اللي تهمني. ده طبعا رسمة الميل، عرفت منين ان دي الهوك وورم؟ هبص تحت كده هلاقي ان هو عنده البيرزا اهي، اللي هي الامبريلا لايك ستراكشر او التركيب اللي بيشبه الشمسية، وده فيشرد اند اهي، متقطعة يعني، فيشرد يعني مشققة كده، ودي الكوبيولاتري بيرزا اللي موجودة في البوستيريور ايه؟ في البوستيريور اند. ده طبعا الميل، ودي الايه؟ الفيميل. وده طبعا شكل الهوك او شكل الايه، شكل الخطاف، اه هوك لايك اند. ده الميل والفيميل بتاع الانكلستوما ديودينال، هنقول عليهم بتاع الانكلستوما ايه، ديودينال. طبعا زي ما شفنا الانتيرور اند بتاع الانكلس بتاع الاسكارس كان موجود فيها لبس، فالانتيرور اند بتاع الانكلستوما موجود فيها بير من التيس وتيس اهي كمان. وطبعا لو تفتكروا ان دي اهو، دي بقول الانتيرور بارت بتاع الهوك وورم موجود فيها الباكال كافيتي اللي هي الفجوه بتاعه الفم، وكمان التيس او الاسنان. ولو تفتكروا انا بشرح لكم في النظر قلت لكم انها بتنتج انتي كواجولانت عشان يمنع تجلط الدم، وبتسبب انيميا للانسان. طبعا دي الدايجنوستيك ستيج اللي هي البويضه بتاعتها اللي بتبقى خارجه في البراز، عاده بتبقى فور سيل ده اهي، زي ما انتم شايفين فيها اربع ايه، اربع خلايا، فبقول ان بيبقى عليها كلير اند سموث شيل، وموجود فيها اربع ايه، اربع سيجمنت او اربع خلايا. دي الانكليستوما ديودينال ايج في الستول، ودي الدايجنوستيك ايه ستيج. طبعا دي البويضات برضو بتاعتها بعد ما اتطورت شويه في التربه، برضو دي الانكليستوما ديودينال ايج ان ستول، وقلنا ان دي الدايجنوستيك ايه ستيج. وقلنا دي بقى شكل اللارفا بتاعتها او الفيلاري فورم لارفا اللي هتخترق القدم بتاع الانكليستوما ديودينال، ودي بقى الانفكتيف ستيج اللي اخترقت الايه القدم. نشوف الامراض، بتعمل مرض اسمه الانكليستوميزيس، الدايجنوستيك ستيج الايج اللي خارجه في الاستول، الايج اللي موجوده في الاستول، الانفكتيف ستيج الفيلاري فورم لارفا اللي موجوده في السويل، تمام. المود اوف ترانسميشن البنتريشن اهو، البنتريشن بتاع السكين بتاع البار فوت، والديفينيتيف هوست الانسان، والانترميديت هوست ما فيش، والهابيتيت هي بتعيش برضه في السمول انتستين. قبل ما اتكلم على الانتيروبياس فيرميكولاريس تعالوا نعمل مراجعه سريعه على الكلام. طبعا برضو ممكن اجيب لك على فكره دي الرسومات اللي بتيجي في الامتحان، فيا ريت نركز. بقول لك ايدنتيفاي ايتش اوف ذا فولوينج سبوت، قلنا في الايدنتيفاي انت بتعمل ايه؟ بتكتب الستيج، يعني ده هتكتب ان هو الادلت ميل، وده الادلت فيميل بتاع مين؟ بتاع الانكلستوما ديوجينال. اقول لك عرفت منين دي اسمها ايه؟ او تقول لي دي اسمها البيرزا. عرفت ليه انت سميتها هوك؟ عشان هي شكل الايه؟ شكل الهوك. طيب وبعدين اقول لك دي بتاعت مين؟ تقول لي بتاع الانكليستوما ديودينال. ليها اسم تاني؟ تقول لي اه هي اسمها الهوك وورم. طيب دي مين بقى؟ اقول الايج بتاع مين؟ بتاع الانكليستوما ديودينال. عرفت منين؟ هي بيبقى موجود فيها سيجمنتد بالشكل اللي انت شايفه ده، وهي اما بتبقى لسه خارجه بيبقى فيها فور سيلد او فور ايه؟ او فور سيجمنت.
وبعدين بعد كده ده اقول لك ان دي الباكال كافيتي او الفجوه او الانتيريور اند بتاع الانكلوستوما ديودينال. عرفت منين موجود فيه ايه؟ موجود فيه تيز. بقول لك قول لي الدايجنوستيك ستيج، مين الدايجنوستيك ستيج؟ اهي الايج، الايج انفيسس. الانفكتيف ستيج طبعا تقول لي الانفكتيف ستيج بتاعتها يا دكتور هي اللي اسمها الفيلاري فورم لارفا. الهابيتيت تقول لي اه دي بتعيش في السمول انتستين بتاع الانسان. المود اوف ترانسميشن اه بتتنقل عن طريق البنتريشن اوف سكين بالفيلاري فورم لارفا. ايه العينه اللي انا باخدها عشان اعرف اذا كانت هي اذا كان الشخص مصاب ولا لا؟ ستول، مش انا بشوف دي في الستول فاقول لك ايه هي العينه؟ تقول لي باخد عينه ايه؟ عينه استول. تمام، نرجع لموضوعنا. احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا الانكلوسوم ديجينال وخلصنا الاسكاريس لامباركويدز. تعالوا نشوف النوع الثالث اللي اسمه الانتيروبياس فيرميكولاريس. الانتيروبياس فيرميكولاريس بقى يا جماعه دي اسمها البين وورم او الدوده الدبوسيه. الدوده الايه الدبوسيه دي بتتبع الكلاس A، يعني بتيجي نتيجه الفيكال اورال رود. اهو احنا ليه سميناها الدوده الدبوسيه؟ عشان دايما الحته اللي في النهايه دي شكل الدبوس. طبعا خلاص بقى قلنا اهو ان الذكر والانثى عايشين في اللارج انتستين. دول بقى عايشين في اللارج ايه؟ انتستين. الذكر بيخصب الانثى، الانثى بتخرج من فتحه الشرج وترمي البويضه بتاعتها اللي بيبقى شكلها دي شيبد. دي شيبد الكلام ده انا شرحه لكم في النظري. وبعدين ممكن يحصل اوتو انفكشن لان الولد هيجي له بريورايتس او هيجي له هرش ويقعد يهرش، فالبويضه دي تبقى موجوده تحت النيلز تحت الضوافر بتاعته، فممكن يعمل لنفسه اوتو انفكشن. ودي برضه فاميلي انفكشن، يعني لما بتيجي لحد في العيله العيله كلها لازم تتعالج. طبعا ليه احنا سميناها بين وورم؟ عشان الحته الاخيره دي بتشبه الدبوس اهو، بين لايك اند، بين لايك اند. قلت لكم ان احنا بنتعرف عليها ازاي؟ طب انا هتلخبط كده يا دكتور. قلت لك لا، ده هي عندها حاجه اسمها البولبر اوسوفيجاس. البولبر اوسوفيجاس اللي هو بيبقى عامل زي الكوره كده، حاجه مميزه جدا. وطبعا زي ما قلت لك فيها الدبوس اللي موجود ايه وراء ده. فالانتيروبياس فيرميكولاريس دي الفيميل، ودي حاجه ايه دايجنوستيك، على فكره بتوصل لواحد سنتي، بتتشاف بالعين المجرده. طبعا ده الفيميل اهي الادلت فيميل، ودي دايجنوستيك ايه ستيج. دي البويضه بقى بتاعته، كنت سميتها لكم انا في النظري بلانو كونفكس ايج، بلانو كونفكس اسيمتريك ايج. النص ده مش شكل النص ايه ده خالص، وبنقول عليها انها دي شيبد او شكل حرف الايه الدي. ودي واحده برضو دايجنوستيك ستيج بشوفها فين؟ وانفكتيف. دي دايجنوستيك وانفكتيف اهو، انفكتيف اند دايجنوستيك، وبشوفها في منطقه البيري انال سكن اهو. الانتيروبياس فيرميكولاريس ايج في البيري انال ريجون، مش في السبيسمن، مش في السول. المرض اللي بتعمله اسمه الانتيروبيزيس او الاوكزيريزيس زي ما قلنا قبل كده. الدايجنوستيك ستيج ان انا بلاقي الفيميل خارجه من منطقه الانس. على فكره في بعض الامهات بتستنى لما الانثى تخرج وبتصطادها بتمسكها اهو. الايج في البيري انال اريا عن طريق حاجه اسمها سواب، عن طريق حاجه اسمها الايه السواب، السيلوتاب سواب او الاي ان اتش سواب. كمان ممكن اشوف الانثى نفسها وهي خارجه. الانفكتيف ستيج هي الامبريونيتد ايج. المود اوف ترانسميشن في اوتو انفكشن اهو، اوتو انفكشن من خلال النيل سكراتشنج في منطقه البيري انال ريجون. وبعدين الانجيشن اوف كونتامينيتد اي فود، يعني هي برضو فيكال اورال روت. الهوست اونلي هيومن. الدايجنوزس بتاعه بلاقي البويضات في البيري انال سواب او نادرا لما اشوفها في الايه في الاستول. وشفنا قلنا بنستخدم ادهيسيف تاب اللي هي السيلو تيب، بنسميها كده سيلو تيب ايه سواب. الهابيتيت بتعيش في اللارج انتستين، اوعوا تنسوا ان دي بتعيش فين؟ في اللارج انتستين. طب برضو قبل ما ندخل على الترايكورس ترايكورا، تعالوا نعمل مراجعه على الصور ونعمل الاسئله اللي احنا بنحلها. ده طبعا بقول لك اعرف، طبعا اعرف دي ازاي؟ قلنا ان دي بص لو انا كبرت كده هلاقي انها عندها البولبر اوسوفيجاس اهو، البولبر ايه اوسوفيجاس، وهي عندها نهايه اهي شكل الدبوس. يبقى دي مين؟ يبقى دي تقول لي الادلت فيميل بتاع مين؟ بتاع الانتيروبياس فيرميكولاريس. وده تقول لي الدي شيبد بتاع الدي شيبد ايج بتاع الانتيروبياس اي فيرميكولاريس. ايدنتيفاي ايتش اوف ذا فولوينج سبوت، خلاص عرفناها. بعد كده بقول لك قول لي الدايجنوستيك ستيج بتاع الدي.
هتقول لي الفيميل دايجنوستيك ستيج والايج دايجنوستيك ستيج، بتبقى موجوده في منطقه البيري انا ريجون. الانفكتيف ستيج هي الايج ده اهي، الهابيتيت بتعيش في اللارج انتستن. طريقه الانتقال تقول لي اوتو انفكشن او من خلال الفيكال اورال روت. والعينه اللي انا باخدها، باخد عينه من السيلو تيب، قلنا ان انا بستخدم سواب في منطقه البيري انال ايه ريجون عشان اشوف الايه، او بالسيلو تاب سواب او السيلو تاب سواب. قبل ما ندخل بقى في الترايكورا سترايكورا والوشريريا بانكروفتي، اشوفكم على خير واكمل معاكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.